الحكومة تعتزم أن يكون هنالك بالمراقب السري أو المراجع السري في الجهات الحكومية لتحسين تقييم الجهات الحكومية. أنا من وجهة نظري أفضل طريقة لتقييم الموظف الحكومي يكون من المراجع نفسه، بمعنى أن المراجع يأتي إلى الموظف وبعد أن يتم إنجاز معاملته المراجع هو بنفسه أن يقيم هذا الموظف، سواء عن طريق آيباد أو عن طريق أي تطبيق آخر يتم تقييم هذا الموظف. أيضا هنالك شيء آخر، لا بد أن يكون هنالك مقابل مالي، بحيث أن خلصت لازم لك الحد الأدنى يا الموظف أنك تخلص مثلا 30 معاملة باليوم أو 20 معاملة أو 40 معاملة بحسب وجود الموظفين وبحسب تكدس العمل. أنت لك لومتد أنك تخلص 20 معاملة، خلصت 40 معاملة كل يوم وصلت لي شهر، يكون لك مقابل مادي، يكون لك مثلا 100 دينار كل شهر تتوزع، بدل لا يتم توزيع 1200 دينار أعمال ممتازة كل سنة، لا يتم توزيعها كل شهر. يكون التقييم من اثنين، من رئيس القسم ومن المراجع نفسه. زين، في وظائف عندنا ما فيها تقابل مع الجماهير، يعني الموظف ممكن ما يتقابل مع الجماهير، هني يتم تقييم الموظف من قبل المسؤول المباشر. أنجزت يا الموظف مثلا معاملات يومية تتفق مع المراقب مع المدير، معاملات يومية مثلا قيمة 40 أو 50، أو أنجزت مثلا شغلك فني طلعت أكثر من موقع، أنت تأخذ بهذا اليوم مثلا 10 من 10، واليوم الثاني نفس الشيء، آخر الشهر أنت تحصل على تقييم، بهذا التقييم أنت تقدر تشجع نفسك أنك بالشهر القادم تشد حيلك حتى أنك تحصل على تقييم أفضل.